السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. نتلاقى في مي لايف توثيق جديد لإبداعات أم درمانية بعد مجزرة القيادة العامة. أنا الليلة في حي العرضة الشمال جنبي جامع فيصل، جنبي جامع الشيخ حسن أبو سيف الله يرحمه. الجدارية دي اتعملت في حيطة مدرسة عثمان بن عفان اللي هي مدرسة النموذجية للناس اللي بتعرف المنطقة دي. يعني نبدأ الجدارية إن شاء الله مع بعض. صوت المرأة عورة. كانت ثورة طبعا هي مكتوبة ثورة، لكن في زول من المهووسين ديل غير كلمة ثورة بقى عورة. دي الحاجة كنت أتكلم عنها كل مرة، إنه في ناس بيجوا بيشوفوا في جداريات بيغيروا فيها. سودان بخرطة السودان المقسومة، لكن الخلفية العلم، علم الاستغلال. الشهيد أحمد الخير بيتقبل ويتقبل كل شهدانا من بداية حراكنا لحد ثورتنا الثالثة. دي تهد أسامي الشباب اللي اشتغلوا في الإدارية. أسامي مكتوبة هنا ظاهرة. الشعار ده أنا ما أعرف لاقاني في حتة، ما بذكره. ممكن لو بيزول أو زولة في اللايف عارف الشعار ده تجاه يوريه طوال. يعني الجدار دعوته يوم 23/10 اشتغلها احمد البدوي، احمد بدوي. في حنان، نفيسة، اتش دي او، مها، زينب، مؤتمن، جي او اتش، بضي، فارس، ديا، ماكس، ضياء. تكون هي طبعا بعد الافريقي هنا زي ما شايفين. تحت مكتوب ماما يرنو شيخ ماركة دفع الله ما عارف قاصدين بها شنو. فريدم شايلينها الصقور. تحت برضو الشباب اللي اشتغلوا جدارية، فيها اسامي تشكيليات ما كان في جدارية فاتت. جواهر، في علا، هيفاء، فاتن، علمنا. انتصرت إرادة الشعب أكيد طبعا. برضو العلم، علم خاتينه بطريقة حلوة بين الجزء ده من الجدارية. هنا مليون سلام يا شعبنا يا والدا أحبنا، واحدة من قصائد أستاذنا شاعر الشعب محجوب شريف. دي كان داك اللي كانت طالعة فوق في بري منقبة. دي محمد عماد ومين اللي اشتغلوا جدارية. دي الرسم بتاع القلب زي ما شايفينه، والسودان قلب. دي مليونية قديمة، مليونية الموجودين 30/8. بصور عشان الحياة الحلوة دي. دي طلبة بتاع المدرسة. انا قلت بصور لي. منو؟ ما سامعك. لا لا بصور في الرسم الحلو ده، ما شفتوه؟ طيب بكده انتهى المي لايف توثيقي الحالي ده. نتلاقى في مي لايف جديد ان شاء الله لابداعات درمانيه خرطوميه بحراويه جاز التعبير، بيتوثق لثورتنا الخالدة دي. بيتكلم عن شهدانا، بيتكلم عن المجزرة، بيتكلم عن انتصار شعبنا المعلم. أنا شاكر لكم شديد لحسن المتابعة. نتلاقى في لايف توثيق جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.